السلام عليكم يا اخوان، تبارك الله عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في جديد، مرحبا بكم في قناه عالم المشاريع. دائما كنحاول نجيب لكم افكار ومشاريع تعود عليكم بالنفع ان شاء الله، وما تبقوش خدامين مع الناس وتعيشوا الحريه الماليه اللي ملا. فالى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم وخليو معكم لايك، لان اللايك ما تخسروا عليه والو الاخوان، هذا غير كتشجع لنا باش كنستمروا في المزيد ان شاء الله. ونحاولوا ديما نعطيكم افكار يعني للمشاريع صغيره وكذلك متوسطه، وان شاء الله اللي تعود عليكم بالنفع. اذا الاخوان اليوم غادي تشوفوا معنا الاله ديال الهولوغرام اللي صراحه رائعه جدا. هذا هو المشروع ديال المستقبل، فيه الالات يعني بالقياسات المختلفه، كاين الاله الصغيره والمتوسطه والكبيره. فيعني الماكينه المتوسطه كتوصل 3000 دولار، اي ما بين 280 دولار اي حتى 300 دولار، عفوا يعني ما بين 3000 درهم حتى 280 يعني دولار، هي هذيك الاخوان. اذا فهاد الاله هذه الصراحه رائعه جدا، كما كتشوفوا هي كتعرض لك يعني اي صوره فيديو 3D على شكل 3D. الطريقه اللي كتخدم بحال داك الداتا شو القديم، ولكن الصراحه النوع ديال الخدمه ديالها جديده الاخوان. كتعطيها وكتعمل لك المجسم 3D وكتافيشيه لك بصراحه يعني بطريقه جد رائعه الاخوان. اذا كما كتشوفوا معايا الاله كتجيب هذه الطريقه هذه، كيجي فيها جميع البيس ديالها، كتفسخها وكتركبها. عباره عن مروحه فاش كدور بواحد السرعه كبيره الاخوان، كتعطيك يعني الديكور اللي بغيتي الاخوان، سواء يعني صوره فيديو او الى غير ذلك، يعني اي حاجه بغيتي كتبرمجها على داك الشيء. وعندها ابليكاسيون ديالها كتحكم في الريزوليسيون يعني القياس او جوده العرض، يعني مثلا 720 دي بي اي، 1010 يعني 1080 دي بي اي، 1400 دي بي اي، يعني فيها حتى الكاليتي ديال المستوى العرض ديال الفيديو الاخوان. اذا يا اخوان هاد الاله هذه الصراحه مازال جديده، حتى في المغرب باقا ما دخلتش بزاف هاد الاله ديال الهولوغرام، يعني باقا كاين ما يدار فيها. فيها حال قياسات كبار، يعني تقدر توصل حتى 300 متر ديال الهولوغرام. ممكن كذلك تجمع يعني مثلا واحد 6 ديال الهولوغرام مع بعضهم ويعطيوك صوره كامله يعني متكامله، كل واحد كتقسمه على مثلا على 6 ديال البياس، يعني 6 ديال الهولوغرام، وكيعطيوك صوره يعني متكامله بجوده عاليه الاخوان. اذا الاخوان الصراحه هذا المشروع هذا يعني حتى هو كيندرج ضمن عالم يعني الاشهار الى غير ذلك. فهذا المنتوج هذا كاين الناس غادي تبقى تكري الشركات، كاين الناس غادي تانفيستي فيه، كاين الناس غادي تبقى تبيع وتشري فيه، يعني عطى الله ما يدار في هذا المشروع هذا الاخوان. فعلاش حتى انت ما تكونش نسبق من هذا المشروع هذا ديال هولوغرام؟ يعني هذا الهولوغرام هذا الكلمه غادي تبقى تسمعها ديما في المستقبل ان شاء الله، وباقي غادي يطوروها حتى تولي يعني رائعه جدا الاخوان، وكذلك غادي تكون الجوده ديالها ماشي عادية الاخوان. فكما كتشوفوا الصراحة داكشي يا سلام الاخوان، كتعطيها اي حاجة بغيتي، وكتعامل حتى يعني مع الظلام. فاش كيكون الظلام كيبان لك بحال مجسم واقعي يعني كيتحرك حداك. صراحة هذا البروجي هذا يعني مشروع ديال المستقبل الاخوان، كما كتشوفوا حتى ما كتاخذش واحد الكونسومابل، يعني عندها عبارة عن اضواء ديال الليد كتافيشي لك المنتوج اللي بغيتي الاخوان. فان شاء الله الى عجبكم الفيديو بارطاجوه مع اصحابكم ان شاء الله، وكل شيء غادي يستفاد من هذا المشروع هذا اللي ما لا. فحتى حنا ان شاء الله ملي غادي كثروا المسائل دابا، علاش الاخوان هذا المشروع باقي قليل في المغرب؟ لان فاش كتخرج واحد المنتوج كيكون غالي في السوق، يعني مثلا واخا كتشوفوا دابا هو في 280 دولار او 3000 او 280 دولار او 300 دولار في علي اكسبريس او في امازون، ولكن الا جبتيه هنا دخلتيه للمغرب غادي تقام عليك تقريبا بالدوبل او بالتريبل، لان ثمن الجمارك كيكون غالي الاخوان، فهمنا؟ فهذا هو الفرق بين الناس اللي كيكون عندهم ديجا ديسبونيبل في المدينه ديالهم او في البلد ديالهم، والفرق ما بين الناس اللي يعني اللي كيعدلوه من الزيرو. فكان كما قلنا الاخوان هذا المشروع هذا مشروع ديال المستقبل، والطريقه ديال الشغل ديالو رائعه جدا. فكما كتشوفوا يعني مجسمات كتبقى حنا حتى الطريقه ديال الابداع الاخوان، يعني كل واحد وكيفاش غادي يتعامل مع هذا المنتوج هذا، كان غادي يزيد يبدع فيه وغادي يعطي افكار جديده. يعني الاله مجرد اله، ولكن انت كتبقى او طريقه الاشتغال ديالك وكذلك طريقه الابداع ديالك في الماكينه، لان الاله مجرد اله، فانت اللي كتعطيها الافكار وانت اللي كتعطيها الابداع والابتكارات الاخوان. فهذا هو المشروع يعني انت اللي كتكملو الاله الاخوان. الصراحه كما كنقولوا الاخوان الكونسومابل ديال الضوء كتاخذ الضوء العادي، يعني ما فيهاش شي كونسوماسيون كبيره، والراس مال ديالك هو
يعني هذاك الاله الاخوان ممكن تخدم، كاين اللي غيبقى يخدم بها الراس والمنتوجات ديالو، وكاين اللي غادي يبقى كما قلنا غادي يبقى يقوم باعاده البيع ديالهم اللي عندهم الناس اللي عندهم واحد راس المال كبير يقدروا ينفستيو فيهم. فان شاء الله خليكم تكملوا لا فيديو وغادي تشوفوا اي حاجه بالتفاصيل على هذا المشروع ديال الهولوغرام الاخوان، وكذلك الرابط ديال الشراء ديال الاله غادي تلقاوها في صندوق الوصف. يعني الناس اللي بغات تشري هذه الاله هذه، فبالنسبه للناس اللي غادي يتصلوا بنا، حنا راه ما كنبيعوش هذه الماكينه ديال الهولوغرام لان مازال غاليه في السوق. فان شاء الله نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتمنى تدعمونا بالشراكات وكذلك التفاعل لكم. كان معكم هشام الدمج مصمم مشاهرين، نتلاقاو في فيديو قبل ان شاء الله. نهاركم مبروك، بالسلامه.